السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومعكم دائما عبد الرحيم، قناة فيزا شينغن من مدينة بلباو الإسبانية. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على هذه البطاقة. هذه البطاقة هي بطاقة ديال المقاول الذاتي. مجموعة ديال الناس عندها الفلوس وبغى دفع الفيزا، ولكن الفلوس ماشي هما الفيزا. بالنسبة للناس اللي ما خدامينش وما عندهمش اللي يضمنهم وما عندهمش خدمه وعندهم فلوس، ولا كيقلبوا على اي طريقه باش يصايبوا فيزا يدبروا على راسهم، هذا الفيديو كنعطي لكم هديه من عندي على هذه البطاقه ديال المقاول الذاتي. يمكن لكم ديروا هذه البطاقه هذه وتخدموا عليها واحد المده ديال عام ولا عام ونص، وغتدفعوا الدوسي ديالكم وغادي تاخذوا به الفيزا بلا ما تمشيو تشريو شركات من عند الناس وديكلاري شي واحد يديكلاريك في شركه بلا راه خدام داك التحربيع. احسن حاجه هي دير شي حاجه ديالك وقانونيه ومعقوله وبالك مرتاح وفلوسك عندك، فلوسك عندك ما كيديهم لك حتى شي واحد. غتصايب بطاقه المقاول الذاتي، ملي غادي تصايبها من بعد غيولي عندك واحد الكونت حساب في الصفحة ديال المقاول الذاتي. تمايا كتختار لاكتيفيتي شنو باغي دير انت. هاد البطاقة هادي كندرتها انا في 2016، اول مرة خرجت البطاقة ديال المقاول الذاتي في المغرب 2016 انا كندرتها، وكنت تمايا السيكتور اللي كنت خدام فيه انا ديك الساعة الكوميرس دي ديتاي دي بارفان ديال لي بارفان مع لي برودوي كوزميتيك. كنت كنبيع لي بارفان مع لي برودوي كوزميتيك، هذا هو لاكتيفيتي اللي كنت كندير انا في 2016. طبيعة الحال هذه اكتيفيتي كنت كنديرها غير هوايه، كنجي منها مداخل اضافيه بالاضافه الى الخدمه. يمكن لكم تما كتدخلوا كتلقاو مجموعه ديال لي سيرفيس تما، مجموعه ديال الحرافي، انت اختار داكشي اللي بغيت. تقدر لوكال تبيع من الدار، دير راسك بلي راه انت كتبيع غير من الدار. الا كان عندك محل وما عندوش اوراق تقدر تدخلوها كاكتيفيتي ديالك. المهم كتكون عندك هاد البطاقه هادي كتخدم عليها واحد العام ونص، المئات ديال الناس خداو الفيزا بالمقاول الذاتي، الناس ما كتعرفهاش والناس كتحقرها والناس كتلقى ما كتعرفش كيفاش تقاد ليها، يا اما الدوسي ناقص يا اما شي حاجه. هذا دوسي ديال المقاول الذاتي غادي نبارطاجي معكم. هذا الدوسي هذا شنو هما الوريقات اللي كيكونوا فيه من الاول حتى الاخر، وكيفاش يمكن لينا نديكلاريو الضريبه ديالنا، وامتى نديكلاريوها وامتى ما نديكلاريوهاش. غادي نقول لكم الوراقه بعدا اصلا الدوسي مناش كيتكون. جميع انواع الفيزا، كاينين بعض الوثائق مشتركه، كنتمنى انكم تقيدوا هاد الوثائق هادو باش يبقاو عندكم، باش ملي تبغيو تجمعوا الدوسي ديالكم يكونوا عندكم هاد الوريقات هادو. اي حاجه كنبارطاجيها معكم كنبغيكم تستافدوا منها. ما كيعجبنيش بصراحه ان واحد غادي دير له فيديو تشرح له ويجي يعيط لك يقول لك شنو هما الاوراق ديال المقاول الذاتي، كتجيني انا شي حاجه شويه ناقصه، كتضيع انت الوقت وانا الوقت وكنهضروا في شي حاجه اللي ديجا دايزه. استمارة ضروري، الاستمارة هي الاولى، جوج ديال التصاور، رونديفو كتاخد موعد ديال الفيزا، باسبور ديالك، ريزيرفاسيون ديال لوطيل ولا كدير ضيافة ولا شي انفيتاسيون، تذاكر ديال السفر الي وروتور كلشي كونفيرمي، نسخة من البطاقة الوطنية لكارت ناسيونال ديالك. المقاول الذاتي والروجيستر كوميرس الدولة فرضات الديكلاراسيون ديال الضمان الاجتماعي. إذا كان عندك الضمان الاجتماعي غادي تزيد نسخه من البطاقه ديال الضمان الاجتماعي، وغادي تزيد كذلك التصريح ديالك في الضمان الاجتماعي، هذه في الحاله إذا كان عندك الضمان الاجتماعي. الا ما كانش عندك ما تحتاجهمش. إذا كنتي مزوج كدير عقد الزواج كترجمو اللغه الفرنسيه ولا الاسبانيه، ولا عندك الدراري كدير لهم عقود الازدياد ديالهم. غادي نزيدو لدوك الحويجات اللي كنضيفوهم حنايا باش كنقولو نقويو الدوسي، هادو ما كتطلبهمش القنصلية، ولكن يمكن لك تزيدهم الا عندك شي حاجة شي ملكية ولا شي حاجة. جميع انواع الملكيات اللي عندك تقدر تزيدهم، ولكن القنصلية
ما كتطلبهمش باش تكون واضحين. في الوريقات اللي كتطلب القنصليه ما كتطلبش داكشي، ولكن حنا كنقولوا من الافضل انك تزيدهم، كتبين ليها تيقها واحد شويه، هي كتيقها وصافي. الوثائق اللي خاصك تجمع كمقاول ذاتي، اول وثيقه وهي بطاقه ديال المقاول الذاتي، هي هذه بطاقه ديال المقاول الذاتي، كدير ليها فوتوكوبي، كتجيب شهاده التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، هي هذه. كتجيب كذلك شهاده رقم الاعمال المصرح بها اللي هي اتيستاسيون شيفر دافير ديكلاري، كتجيب دوموند اتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونال، هي حدايا هنايا نوريها لكم، هي هذه. كتجيب وثيقه اخرى ورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي اللي هي بيلتان دي نوتيفيكاسيون نيميرو ايدونتيفيكاسيون فيسكال، ها هي كاينه عندي هنايا هذا النموذج الجديد. كتجيب كذلك دومونداتيساسيون دريغولاريتي فيسكال، فينا هي هذه. وكتجيب كذلك اتيستاسيون دو روفوني شهاده الدخل، وكتجيب ليكيتونس باش كنتي كتخلص الضريبه. كيفاش كنخلصوا الضريبه؟ الضريبه المقاول الذاتي كل 3 شهور كنخلصوا الضريبه. كيفاش كتخلص؟ الارباح ديالنا كل 3 شهور كنديكلاريو شحال ربحنا، فين كنديكلاريو هذا الشيء؟ كيكون عندنا واحد الكونت ديالنا، كونت مكريي، كتدخل بالمودو باس ديالك تمايا، عندك واحد الحساب ديالك تما، كيطلعوا لك لي ديكلاراسيون ديال كل 3 شهور كديكلاري الارباح ديالك من تمايا، كديكلاري مثلا هاد 3 شهور هادي دخلت فيها مثلا 3 ديال المليون، كندير كنديكلاري 3 ديال المليون اوتوماتيكمو كتخرج ليا شحال خاصني نخلص في الضريبه. عندنا 0.5% وعندنا 1%، كيعطيوك داك المونطول اللي تخلص في الضريبه، وكتخرج هاد الورقه بحال هادي. هنايا كديكلاري مثلا هنايا راه عندك راه البورسونتاج 0.5%، شيفر دافير شحال ديكلاريتي، شحال المداخل ديال ديك 3 شهور، وهنا كيقول لك شحال خاصك تخلص ديال الضريبه. كتامبريمي هاد الورقه هادي، هاد الورقه شنو ديكلاراسيون شيفر دافير لوطو انتربرونور تريمستر 2 اني 2020، انا امبريميتها اليوم لان عندي مقاول ذاتي من 2016. كتامبريمي هذه وكتمشي كتخلص الضريبه، كيعطيوك واحد الكيتونز توصيل بلا راك خلصتي. هذاك الكيتونز كتجمعهم يا اما ديال 3 شهور الاخره، يا اما ديال عام، يا اما ديال 6 شهور، على حساب انت كيفاش كتعامل مع داك روجيستر كوميرس، عفوا كيفاش كتعامل مع المقاول الذاتي. علاش؟ لان المقاول الذاتي كاين اللي دايرو غير على ود الفيزا، وكاين اللي فريمون خدام به باش مستقبلا ينفع به الفيزا، وكاين اللي كيديرو غير دوسي غير على الورق، غير على الورق، ما خدام ما والو، الورق عنده كيديكلاري والكونت ديالو راه فيه الفلوس، ولكن راه ما كيبيع ما والو، يعني غير فلوس، خدام دوسي ديالو في الوراق. كاين اللي ما غاديش يفهم هادي دوسي في الوراق، كلشي عندك قانوني، كلشي عندك، ما فيهش المشكل، غير انت كتهز الفلوس ديالك كديكلاري مليون ديال الارباح عادي، كتخلص عليها الضريبه، كتكمل واحد العام ولا عام ونص، وكتجمع دوك الوريقات كاملين في الدوسي ديالك، وكتمشي كتطلب الفيزا ديالك، وهاد الفلوس كاملين راه ما كيضيعوش لك. شنو كيضيع لك؟ داكشي اللي خلصتي في الضريبه. الضريبه راه الماكسيموم 100 درهم، 150 درهم، 50 درهم، يعني هادشي اللي غادي يضيع لك في عام ونص، اما داكشي اللي كتحط في الكونطرا ديالك. هاد الفيديو انا درتو لان مجموعه ديال الناس كتسولني على المعاقاول الذاتي، انا عندي الفلوس وبغيت ندفع فيزا، انا ما خدامش وبغيت ندير فيزا، انا ما خدام ما كندير والو، ما كاينش اللي غادي يضمنني. كنتمنى ان هاد الفيديو هذا، هاد الوثائق هادو اللي شرحت لكم، غادي نخليهم لكم تحت الفيديو. ملي كنقول تحت الفيديو، في صندوق الوصف لتحت العنوان
تمايا راه كاينين مجموعه ديال لي زانفورماسيون كنخليهم قليل اللي كيشوفوا. كنحط تمايا جميع الاوراق ديال الفيزا، وفي هذا الفيديو غنحط لكم هاد الاوراق هادو كاملين باش اللي ما كتبهمش ولا اللي ما عقلش عليهم باش بلا ما يرجع يسولني في الواتساب. غادي نخليهم لكم تمايا باش نتوما تعقلوا عليهم. وهذه اسهل طريقه، المقاول الذاتي الناس كتاخذ به الفيزا، راه بحالو بحال روجيستر كوميرس، بحالو بحال واحد موظف، بحالو بحال واحد خدام اجير في القطاع الخاص، بحال بحال خدم عليه واحد العام ونص وفكر في الفيزا. كنتمنى ان هذا الفيديو نكون قدمت لكم شي حاجه اللي غادي تستافدوا منها، ونلتقاو ان شاء الله بشي فيديو اخر اللي نقدروا نفيدكم فيه اكثر واكثر. ومره اخرى كنعتذر على الناس اللي تواصلوا معايا على المواعيد، للاسف انا ما بقيتش كناخذ هذه المواعيد، فيهم المشاكل، فيهم صداع الراس حاليا. بما انكم كتعرفوا ان انا هنا في اسبانيا خاصني نتكونسونطرا على واحد البروجي ديالي، انا ما خدامش عند الناس، انا خدام هنا في اسبانيا داير شي حاجه ديالي، شي حاجه ديالي خاصني خاصها تنجح، خاصني نعطيها الماكسيموم. ملي كتكون كتخدم شي حاجه ديالك خاصك تخدم عليها الليل والنهار، ماشي بحال كنتي خدام عند الناس كتوصل 6 كتمشي فحال. انا ضيعت بزاف ديال الوقت ونسيت داك الهدف لاش جيت من المغرب لاسبانيا. نتوما كتعرفوا كاملين علاش بنادم كيخلي المغرب وكيجي لاسبانيا، خاصك ملي توصل هنا خاصك تخدم على داكشي لاش جيت، على داكشي لاش انا ليت بصفه نهائيه المواعيد وبزاف د الحاجات انا ليتهم. كنتمنى لكم التوفيق، واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه، الله يحقق له جميع الاحلام ديالو، وعانكم الله، والى اللقاء.